ودابا ملي قربت الانتخابات كنشوفوا كل واحد مين كل حد بين واصب، كل واحد مين كيجي، كل واحد مين كيدخل برشيبه، كل واحد كيفاش كيعرض راسو، كل واحد مين كيجي، كل واحد مين كيدخل برشيبه، كل واحد كيفاش كيعرض راسو. حنا ما عرفناش واش السياسه بلي ما كذا وفي برشيفه بالخصوص، غير في ساعات الانتخابات عاد كيعرفوا الثانيه وكيعرفوا الساكنه الثانيه وكيعرفوا المنطقه. واش السياسه بلي ما كذا وفي برشيفه بالخصوص، غير في ساعات الانتخابات عاد كيعرفوا الثانيه وكيعرفوا الساكنه الثانيه وكيعرفوا المنطقه. ولا بغاو يستحمرونا بشي قفيفات ولا كيف ما فهمناش. حنا عندنا مشكل هنايا في برشيفه، عندنا هذا الرياض بحال اللي كتشوفوا معنا، هذا الرياض هو المتنفس الوحيد اللي كانوا الناس الحومه والناس المنطقه ديالنا كيخرجوا مسا كبار العوس العوس تيتوين كيخرجوا في المساء هنا، سيرتو في الصيفيه ما كنجبروا فين يمشيو، كيخرجوا هنا يجلسوا. كنتفاجئوا السلطات المحليه والجماعه اللي جات انها تخدم مواطن، جاوا ردوا واحد باركي تابع اماندس، طرقنا الباب مشينا عنده من الجماعه قلنا لهم يا ودي راه حنا هذا الرياض هذا راه هو المتنفس الوحيد، راه خصكم تشوفوا كيفاش تقدموا لنا واحد اليد المساعده وغنشوفوا مع الفاعلين الجمعويين اللي عندنا في المنطقه ديالنا ونشوفوا الرمو وردوا كما كان وتمشي الامور مزيانه. كيجاوبونا ما كاينه والو لحد الساعه. ودابا ملي قربت الانتخابات كنشوفوا كل واحد من كل حد بين واصب، كل واحد من كيجي، كل واحد من كيدخل برشيفه، كل واحد كيفاش كيعرض راسو. حنا ما عرفناش واش السياسه بلي ما كذا وفي برشيفه بالخصوص، غير في ساعات الانتخابات عاد كيعرفوا الثانيه وكيعرفوا الساكنه الثانيه وكيعرفوا المنطقه. ولا بغاو يستحمرونا بشي قفيفات ولا كيف ما فهمناش. رحنا كنستدعوا رحنا كنطلبوا يد المساعده المسؤولين والجماعه والمجالس اللي كاينه في مدينه طنجة انهم يشوفوا الاحياء الشعبيه ومنهم برشيفه وفي الثانيه على الخصوص وهاد المنطقه هادي. حنا كيف ما كنطلبوا غير الحقوق بسيطه، يعني هاد المتنفس هذا الرياض الواحد اللي عندنا في حي برشيفه، يعني الناس كبارين ونسب ولادهم كيجيو يجلسوا هنايا وكنتفاجئوا بالازبل. الازبل كتوصل سن هنايا سن الشارع والطونوبيلات يعني كيكونوا باركين سن هنايا اربعه، المهم الطونوبيلات بزاف. يعني حنا كنطلبوا المسؤولين يشوفوا شي حل، يعني هذا راه الرياض ماشي باركي، يعني ما كنطلبوا والو، يعني هذا الرياض خصو يبقى رياض، والباركي راه هو الباركي وفين ما بغاو يمشيو اللي يخرجوا في الشارع، يعني هذا الرياض كيبقى رياض والربيع ما بقاش كينبت فيه. راه في سنفويا انا سديت وعقل على راسي كنجيب الماء وكنطلع الربيع والشجر، وكنطلبوا المسؤولين يشوفوا شي حل ويشوفوا شي حل في الثانيه وبرشيفه، يعني هاد البلايص هادو مضرين وبزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.